بالحبر الجديد من الميادين. في الصحف والمواقع مقال في الإخبارية الجزائرية بعنوان هل تعطل الروس فعلا الكاتب حسان زهار. في جلوبال تايمز مقال بعنوان أزمة أوكرانيا الولايات المتحدة تثير مشاكل عالميا لكنها غير قادرة على حلها للكاتب جيان كارلو إليا فالوري. في الدستور الأردنية مقال بعنوان التضليل الإعلامي الفاقع للكاتب حمادة فرعنة. الحدث هذا اليوم روسيا توافق على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية في كييف ومدن أوكرانية أخرى بعد طلب فرنسي. جديد اليوم شمخاني يؤكد أن المفاوضين الإيرانيين يقيمون العناصر الجديدة المؤثرة في محادثات فيينا. وفي الميادين نت مقال بعنوان أمريكا ستقاتل روسيا حتى آخر جندي في أوروبا للكاتب باسل قس نصر الله. وضيف اليوم الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية عبد القادر سوفي. نبدأ من صحيفة الإخبارية الجزائرية ومقال بعنوان هل تعطل الروس فعلا للكاتب حسان زهار. يقول الكاتب تقوم الدعاية الغربية على القول بتعطيل الهجوم الروسي على كييف بعد نحو أسبوعين من العملية العسكرية الروسية وعلى تلميحات بفشل بوتين في معركته لاحتلال أوكرانيا حتى الآن. والحقيقة أن ذلك لا يعد أن يكون محاولة لرفع المعنويات وتقديم بعض العزاء للأوكرانيين الذين ورطت أمريكا في هذه الحرب. بوتين لا يريد تدمير أوكرانيا لأسباب ديموغرافية ودينية بل السيطرة عليها ببنيتها التحتية القوية، وهو لا يستعمل إلا جزءا بسيطا جدا من القوات الجوية بخلاف ما قامت به أمريكا مع العراق حين دمرت كل شيء بما في ذلك ملاجئ المدنيين. العملية العسكرية الروسية كما قال بوتين تسير وفق ما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني، وهي العملية التي لن تتوقف حتى تستكمل أهدافها المعلنة بنزع سلاح أوكرانيا بما فيه إمكانية وصولها إلى السلاح النووي وبضمان حيادها في الصراع مع الناتو، وذلك برغم كل الضجة التي تتصنعها الدوائر الغربية اليوم. أجدد الترحيب بك ضيفنا دكتور عبد القادر سوفي، حضرتك باحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية معنا من الجزائر. هل هناك عوامل أخرت تقدم القوات الروسية باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف في هذه المرحلة، أم أن الخطة الروسية حتى الآن تقتضي بعدم دخول العاصمة كييف؟ وطبعا عدة دول أوروبية يعني أعطت مساعدات عسكرية دفاعية لكييف لمواجهة تقدم القوات الروسية. شكرا. في الحقيقة دعني أقول في البداية أقدم تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة الميادين. ثانيا لا أحد يحب الحرب ولا أحد يريد الحرب، لكن بما أننا أكاديميون نحاول أن نحلل الأوضاع من خلال هذا الصراع في رقعة شطرنج معينة، ألا وهي خانة الممثلة في أوكرانيا في صراع خفي، لأن أسباب دخول الجيش الروسي إلى أوكرانيا هو له أسباب لم يتحدث عنها الغرب، وهو الصراع الجيوستراتيجي وجيوبوليتيكا ما بين القوى الكبرى، أقوى أو القوة الثلاثقراطية ضد القوة أكبر قوة برية في التي تحاول الذهاب إلى المياه الدافئة. والآن بالحديث عن دخول القوات الروسية ووصولها إلى كييف من عدمه، فأظن أن العملية العسكرية التي تقوم بها روسيا هي عملية ممنهجة ومدروسة مسبقا، وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الميدان. وأظن أنه لا أحد في العارف في هذه الشؤون يخفى عليه أنه بالموازاة مع الحرب الجيوش النظامية هناك عملية يسمى بالحروب اللاتماثلية، وقد اكتسب الجيش الروسي الكثير من الخبرة في الميدان خاصة في المسرح السوري، ما يؤهله أن يلعب ربما أن يتقدم حسب تطوراته للوصول إلى الأهداف التي يريد أن يحققها.
طيب سيد عبد القادر، برأيك ما هي الرسائل السياسية التي استطاعت حتى الآن روسيا إرسالها إلى الغرب من خلال كل التطورات الميدانية منذ بدء العملية العسكرية وحتى اليوم، وكل الإنجازات التي استطاعت تحقيقها طبعا على الأرض؟ دعني أقول أولا أن حقيقة الحرب الآن لها ثلاثة أبعاد. هناك البعد العسكري الميداني الحقيقي، والذي ربما قد يتكتم عنه الطرفين من خلال ربما تضخيم أو تحجيم العمل الطرف عن الآخر. العمل الثاني وهو الحرب الاقتصادية التي تحاول إيجاد مكان أو دعم الصراع في الميدان. وأكبر حرب ربما التي ممكن أن يربحها أو يخسرها الطرف الآخر هي الحرب الإعلامية. ونحن نعلم أنه في ربما في السابق من خلال التجارب العسكرية السابقة الكثير من الجيوش انتصرت في الميدان وانهزمت من خلال ربما الإعلام. لذلك أظن أنه استطاعت روسيا أن تجمع ما بين هذه المتغيرات الثلاث. طيب. أظن أن قبل خوضها الحرب في الميدان كانت قد درست كل هذه المتغيرات، ومن خلال ذلك تبعث ربما برسائل قوية تؤكد توجهاتها، أو على الأقل دعني أقول الحقائق الميدانية لكي تتصدى للفيك نيوز أو سيد عبد القادر، البروباغندا التي تعدي. نعم تفضل. لو سمحت ننتقل الآن إلى صحيفة الجلوبال تايمز ومقال تحت عنوان أزمة أوكرانيا: الولايات المتحدة تثير مشاكل عالميا لكنها غير قادرة على حلها، للكاتب جيان كارلو إليا فالوري. يقول الكاتب: تستخدم الولايات المتحدة أوكرانيا لتعميق الخلاف بين روسيا وأوروبا، كذلك تستخدم أوروبا التي لا تملك قيادة منتخبة، أي أنها لا تملك قيادة واضحة ولا حتى جيشا، لإضعاف قوة روسيا وجعلها والاتحاد الأوروبي الذي له مصلحة في إقامة علاقات جيدة مع الكرملين يتواجهان دبلوماسيا ويستنزف أحدهما الآخر. مع ذلك لم تكفي الأزمة الأوكرانية لزعزعة العلاقة الأساسية بين روسيا وأوروبا، فما من خلاف سياسي بنيوي بين روسيا وأوروبا، بل على العكس تماما، فالعلاقات الاقتصادية وثيقة جدا، وعلى نحو أساسي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي التي تتكبد الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا، والآن باتت معظم هذه الدول لا تريد فرض عقوبات. بعيدا عن أوروبا، فإن استمرار الأزمة الأوكرانية وتدهور العلاقات الأمريكية الروسية سيؤثران بالتأكيد في الاستراتيجية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين. وإذا استمر الصراع الأوكراني وتحول إلى نزال شد حبال طويل الأمد، يمكن للولايات المتحدة تغيير موقفها الحالي في استراتيجية آسيا والمحيط الهادئ التي تتمحور حول احتواء الصين. سيد عبد القادر، تقول الصحيفة إن أوروبا أو دول الاتحاد الأوروبي هي أكبر المتضررين مما يجري الآن، طبعا على خلفية العقوبات التي فرضت على روسيا. هناك علاقات اقتصادية وثيقة بين الدول الأوروبية وروسيا. ويقول الكاتب أنه ما من خلاف سياسي بنيوي بين أوروبا وروسيا، بل العكس تماما. ما رأيك؟ دعني أقول أنه أولا طبيعة هذه الأزمة هي متعددة المداخل ومتعددة الأبعاد، ولا يمكن أن ننظر إليها فقط من منظور تضرر أوروبا أو الخلاف القائم بين أوكرانيا بمفهوم السيادة أو الضرر الذي يقدم لاحتواء روسيا. أولا ربما أهم المشاكل التي أدت إلى هذا، أن دعنا نقول أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أوروبا كانت أقدرها بأول مستعمرة أمريكية من خلال مشروع مارشال، مشروع حلف الناتو،
المشاريع التي سيطرت بها ربما الولايات المتحدة الأمريكية على أوروبا والتي لا تريدها أن تبرز. والدليل أنه كنا بالعودة إلى ما يقوله بريجنسكي، الولايات المتحدة الأمريكية من أجل هيمنة تمنع أي خروج أو ظهور لقوة إقليمية. البريكسيت هو جزء من عملية تحطيم الاتحاد الأوروبي أو قص أجنحة الاتحاد الأوروبي حتى يبقى دائما تحت السيطرة. اليوم بالعودة إلى الصراع الطاقوي، نعلم أنه البراذر هود خط الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا وصل إلى ذروته في ضخ الغاز إلى أوروبا، وبالتالي المشكلة ليس مرتبط بتمويل أوروبا بالطاقة وبالغاز بقدر ما هو صراع هيمنة عالمية أمام أقطاب جديدة، صراع جيو استراتيجي بين الأقطاب الثلاث التي أصبحت بارزة في العالم، ألا وهي روسيا، الصين، والولايات المتحدة الأمريكية. ولأن الولايات المتحدة الأمريكية تخسر الكثير حتى في المجال ربما التدابير الاقتصادية التي حاولت من خلالها إخضاع روسيا إلى ظهور أن هناك ظهور تبادلات اقتصادية كبيرة مع الصين أو توجه نحو الشرق بالنسبة لروسيا، أبان أن هناك نظام عالمي جديد ربما قد يحدث في هذه المرحلة. طيب سيد عبد القادر، ننتقل الآن إلى صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالا بعنوان التضليل الإعلامي الفاقع للكاتب حمادة فراعنة. يقول الكاتب: التدخل الأمريكي الأوروبي في مواجهة الروس بدأ واضحا في تقديم السلاح المتطور ونقل المتطوعين إلى أوكرانيا والضخ الإعلامي وأدواته وتقنياته وتوظيفها في المواجهة، وجعل أوكرانيا مستنقع استنزاف لروسيا كما حدث لها في خطيئة أفغانستان. وهذه الأفلام المفبركة، أولا فيلم الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، ثانيا فيلم انفجار بيروت، ما هي سوى أفعال مكشوفة عارية من بين عشرات الأفلام المشابهة التي لم تكتشف حتى الآن عن المعركة غير النظيفة المكرسة لشيطنة الأهداف والأفعال الروسية ضد أوكرانيا. التوظيف الإعلامي وتزييف الأفلام هدفان للتغطية على فيلم صلب جندي روسي وهو حي وتعليقه على سرية، وهما مثيل للفعل اللا إنساني الإجرامي الذي اقترفه داعش مع شهيدنا الطيار معاذ الكساسبة يوم 3 يناير 2015. إذن سيد عبد القادر، هناك عدة فيديوهات يتم نشرها الآن على أساس أنها يعني في أوكرانيا نتيجة هذا التوغل الروسي على الأراضي داخل الأراضي الأوكرانية، ويكتشف أنها فيديوهات قديمة. حرب التضليل الإعلامي في هذه المرحلة كيف تخدم من يديرها، وإلى أي مدى تضر بروسيا وبمخططها داخل أوكرانيا في هذه المرحلة؟ هي في الحقيقة، دعني أقول، أن هناك مؤسسة إعلامية موجهة لهذا الغرض. فالحرب اليوم التي يشنها الغرب على روسيا من خلال الفيك نيوز، دعني أقول أنه ومحاولة جر متطوعين كما سموهم من أجل الدفاع عن أوكرانيا، كان هذا الحديث ربما في نهاية السبعينيات حين تم جر الكثير من العرب والمسلمين إلى أفغانستان من أجل محاربة روسيا باسم الدين. نفس الشيء في استحداث القاعدة وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش وإلى غير ذلك من التنظيمات المتطرفة والإرهابية من أجل خدمة المصالح الغربية. وفي نهاية المطاف أن ظاهرة الإرهاب هي أجنحة مسلحة غير نظامية تخدم مصلحة أو تقوم مقام الجيوش النظامية من أجل تحقيق الأهداف لهذه الدول. في حرب أمريكا على العراق، نتذكر أنه تم استحداث قاعدة من أجل بيع الفيك نيوز في الحرب على العراق واستخدام الأسلحة، ووضع استوديو كلف البنتاغون 42 مليون دولار. هذا الاستوديو كان يعمل على بيع الصورة الجمالية لحرب القادرة على العراق بما سميت بالـ ليزوبيراسيون شيروجيكال.
اليوم نفس ربما خارطة التاريخ لو نحكم ما فعله الغرب في ليبيا، في سوريا، في العراق، في مالي، في إلى غير ذلك من المناطق، الدول العالم الثالث أو كلها توحي باستراتيجية مرسومة. نعم. طيب. حتى في توصيف الرؤساء الدول، عوضا أننا نتحدث عن الجيش الروسي أو الصراع الروسي الأوكراني، يتحدثون عن جيوش بوتين أو نظام بوتين. طيب. وهذا ربما من غير اللائق أننا نلغي النظام والدولة في هذا التوصيف. من الدستور الأردنية ننتقل الآن إلى صحيفة جلوبال تايمز ومقال بعنوان كيف أخطأ بايدن في فهم أوكرانيا وروسيا. تقول الصحيفة أطلق كثيرون من مثقفي السياسة الخارجية الغربيين صيحات عدم التصديق عند رؤيتهم القوات المدرعة الروسية تتدفق داخل أوكرانيا، وبالفعل كانت ردود فعل حادة بيد أنها لم تكن مفاجئة. حري بأولئك الذين يزعمون تحليل شؤون دولية وبالتأكيد بأولئك الذين يقودون الدول القومية الخوض في الواقع لا في عالم الطموح. فضلا عن ذلك دخل القادة الغربيون هذه الأزمة وهم هائمون على وجوههم. كذلك استندت استراتيجيتهم إلى افتراضات نظرية خاطئة، وترتب على فشلها تداعيات مهمة على سياسة الولايات المتحدة المستقبلية. يبدو أن موظفي مجلس الأمن القومي لا يريدون تصديق أن استراتيجيتهم لردع بوتين ليست فاعلة بالقدر المخطط له. كذلك لم يدركوا أنه حين غزا بوتين أوكرانيا كان قد أخذ في الحسبان احتمال فرض ضغوط اقتصادية، وبالتالي هذه الضغوط ليست كافية لردعه. للأسف إن المفارقة الأساسية هي أنه حين استبعدت الزمرة النيو ليبرالية التي تمسك مقاليد الحكم الأمريكي احتمال استخدام القوى الصلبة الأمريكية علنا في البداية، بات فشل المساعي الدبلوماسية حتميا. ستغير الحرب الروسية الأوكرانية حسابات الأمن العالمي بطرق غير متوقعة. لقد ارتكبت إدارة بايدن أخطاء فادحة في هذه الأزمة. كانت هذه صحيفة ناشونال انترست وليست جلوبال تايمز. على كل حال، ما الذي ستغيره برأيك سيد عبد القادر الحرب في أوكرانيا في حسابات الأمن العالمي؟ طريقة تعاطي واشنطن مع هذه الأزمة ومع هذا الصراع قبل بدئه على الأراضي الأوكرانية وحتى اليوم إلى ماذا يؤشر؟ يعني الروس كانوا يعلمون أنه في حال بدأت هذه أو بدأ هذا الصراع وبدأ التطورات الميدانية تتطور في الأراضي الأوكرانية، يعني بالنهاية روسيا كانت متعودة على كل هذه العقوبات وكانت تتوقع أن يتم فرض عقوبات إضافية عليها، وهذا ليس جديدا طبعا. صحيح. أولا لقد تعرضت روسيا في السابق للعديد من العقوبات، لا سيما في حرب في جورجيا، في مرحلة سابقة في الصراع مع أوكرانيا. لكن دعني أقول أنه قبل دخول روسيا إلى الحرب في أوكرانيا قد استشرفت المستقبل من خلال الحركية. هذه الحركية لأنه المستقبل ينطلق من الوقت الذي تعمل على تغييره، وهذا ما ربما قامت به روسيا من خلال جمع كل المعطيات التي تمثل التهديدات الحقيقية خارج الحرب أو خارج صراع الحرب. والدليل أنه التبادلات الاقتصادية مع الصين أو الصادرات الصينية نحو روسيا وصلت في الشهرين الأخيرين 41.5%، ما يقدر ب 12 مليار، فيما أن الصادرات الروسية وصلت إلى 35%. هذه التبادلات في شهرين ربما قد تقارب التبادلات التي حدثت في السنة الماضية والتي قدرت ب 38% من التبادلات. الأكيد أنه الأخطاء التي وقع فيها ربما الولايات المتحدة الأمريكية تتجاوز صناعة القرار في أمريكا لصالح المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمالية والمصرفية، لأن في نهاية المطاف الرابح الأكبر في هذا الصراع
ليست أوروبا كما ذكرنا سابقا، بل هي الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية بعد وصول البترول اليوم إلى البرنت إلى 140 دولار للبرميل. صحيح. ثانيا هذا الصراع لا يثني روسيا، لأنها تعلم جيدا أن لها متنفس في الشرق، ودليل أنه حتى فيما يخص الجانب المالي هي تعتزم الذهاب إلى بما يسمى باليونيون باي، هي بطاقات الكارت مانيتيك الصينية، معناها النظام المصرفي والنظام المالي الصيني. هناك بدائل طبعا وضعته الصين في خلال وضعها لخطة الحزام واحد وطريق واحد. طيب. من خلال استحداث بنك عالمي وصندوق نقد، والتي انضمت إليه بالإضافة إلى دول الأزيان والبريكسيت، دول قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية على طيب. غرار اليابان والمكسيك وأيضا كندا وحتى أستراليا، وهذا ما أزعج الولايات المتحدة الأمريكية. على كل حال سيد عبد القادر، وصلت الفكرة لو سمحت، فقط انه دهمنا الوقت، لو سمحت ننتقل الآن او نختم هذه الجولة مع الميادين ناتو. ما قال لمستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان بعنوان هل سقطت الأقنعة؟ تقول الكاتبة أن تنبري أهم محطات التلفزة والإذاعات والإعلاميين والإعلاميات في الغرب الذي عرف بعنصريته واتسامه بالتفوق العرقي ليختصر كل ما يجري في هذه المرحلة التاريخية الصعبة في أوكرانيا بالتعبير عن التفوق الغربي والأوروبي على بقية البشر، كاشفين عن عنصرية استعمارية متجذرة في تفكيرهم ورؤاهم، فهذا ما لم يكن أحد ليتجرأ على اتهامهم به لولا أنهم نطقوه وأكدوه وأصروا عليه بأنفسهم. من هنا نفهم ونوقن لماذا لا يحرك الغرب ساكنا ولا يدين عملا إرهابيا خلال 11 عاما من الإرهاب الذي تعرض له الشعب السوري، ولماذا لم يدن أحد منهم تدمير العراق بلدا وحضارة وعلماء وتاريخا، ولماذا تفرض أبشع القوانين العنصرية من كيان الاستيطان والأبارتايد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. لا شك أن الحرب الدائرة اليوم في الأرض الأوكرانية تعبر على نحو عنيف عن هذه الإشكالية بين رفض الغرب أن يعترف بمساواة الآخرين له في القانون والشرعية والمصالح والحقوق، وطموح الآخرين المشروع أن يثبتوا أن من حقهم أن يكون لهم ما له وعليهم ما عليه في الأسس والمعايير والقوانين الدولية. هذا الخطاب الممنهج في وسائل الإعلام الغربية في هذه المرحلة سيد عبد القادر، إلى ماذا يؤشر وماذا تكشف عنه؟ في الحقيقة دعني أقول أنه طبيعة الصراع الكوني الجيوستراتيجي أبان على طبيعة الإنسان الأوروبي الذي يقدر أنه ينتمي إلى الدول المتمدنة والدول المتحضرة، وما دون ذلك هي حظيرة ودرجة ثانية. فالتعامل بمكيالين مع اللاجئين مثلا الأوكرانيين واللاجئين الذين آتوا من الدول العربية والأفارقة، وحتى في إجلاء المواطنين من أوكرانيا نحو الدول الأوروبية، رأينا كيف كان التعامل مع طبيعة البشرة ولون العين الذي حدد تأشيرة المرور. مرة أخرى يؤكد أننا يجب أن نستخلص الدروس من هذه المعطيات، سواء من خلال بناء القوة في التصدي للأجانب، لأنه لا يحميك سوى جيشك سوى أبناء جلدتك. نعم. ثانيا هذه القوة هي التي تحفظ لك ماء الوجه. نعم. والدليل أنه في الصراع لما ذهب الغرب إلى العراق أو إلى سوريا شاهدنا كيف تعاملوا، كيف نكلوا بالمواطنين بالشعب. نعم. بالشعوب، لكن لا، لأنهم ربما لا يعتبرونهم ما هم إلا ربما بشر من الدرجة الثانية أو الثالثة. طيب.
طيب ابقى معنا لو سمحت سيد عبد القادر. ننتقل الآن إلى الحدث هذا اليوم، حيث أعلنت روسيا عن موافقتها على هدنة إنسانية بطلب فرنسي في كييف ومدن أخرى. وزارة الدفاع الروسية قالت إن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 10 من صباح اليوم لفتح ممرات إنسانية آمنة من مدن أوكرانية عديدة. الدفاع الروسية أشارت إلى أنه جرى فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، ولفتت إلى أنه سيجري توفير طائرات لنقل الراغبين من المدنيين الذين سيجري إجلاؤهم إلى الأراضي الروسية. وقبل مناقشة حدث هذا اليوم ننتقل إلى الزميل علي الأحمر وأبرز عناوين بعض الصحف الروسية. علي مرحبا، تفضل. صباح الخير أحمد لك وللمشاهدين. نبدأ من صحيفة إزفستيا التي عنونت نظام بدون فيزا، فيزا وماستر كارد توقفان العمل في روسيا، ما العمل بعد رحيل أنظمة الدفع الرائدة؟ صحيفة كومسوموسكايا برافدا عنونت الروس يلتفون حول الجيش خلال العملية الخاصة في أوكرانيا. اكتشفت مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام الحالة المزاجية في البلاد، واتضح أن معظم السكان يدعمون الجيش الروسي. نيزافيسمايا عنونت الباراتيزان الأوكران يريدون دعم الأموال الأمريكية. واخترنا مقالا من برافدا تحت عنوان لماذا لم تعلن أوكرانيا الحرب على روسيا؟ تقول الصحيفة يشير إعلان الحرب كخيار من خيارات القانون الدولي إلى أن الحرب ليست خروجا على القانون وليست إلغاء للجميع ولكل القيود، ولكنها انتقال إلى نظام قانوني مختلف. روسيا تقوم بعملية خاصة وفقا للقانون الدولي، بينما كييف تشن حربا غير معلنة. لم توافق كييف على شروط الإنذار، وكان ينبغي أن تعلن حجبها للمجتمع الدولي التي ما زالت غير موجودة، باستثناء الثرثرة بأننا لسنا نازيين ولن نصنع قنبلة نووية. هل ستضعف العملية العسكرية في أوكرانيا روسيا؟ بالنسبة إلى إضعاف روسيا، فإن الأشخاص الذين يكرهونها كثيرا لا يعرفون الروس جيدا ولا يفهمون أن الجيش الروسي يخوض معارك منذ 30 عاما، كاراباخ وترانيستريا وأوستيا الجنوبية وحربان شيشانيتان وسوريا وكازاخستان. اعتادت روسيا الأمر عندما يكون جنودها في حالة حرب، وكان اقتصادها يستعد منذ فترة طويلة للمعركة في أوكرانيا من أجل مستقبلها كدولة ذات سيادة. هذا كان كل شيء أحمد. شكرا جزيلا لك زميل علي الأحمر. نعود إلى ضيفنا من الجزائر دكتور عبد القادر صوفي. دكتور عبد القادر، إذن سيتم فتح ممرات إنسانية من عدة مدن أوكرانية لإجلائهم، طبعا إجلاء المدنيين وفق هدنة إنسانية بطلب فرنسي. هذه الهدنة برأيك الآن طبعا من قبل عبر فرنسا، إلى ماذا تؤشر؟ إلى ماذا تمهد؟ لا، دعني أقول أنه ربما الخيارات التي طرحتها روسيا هي واضحة. هي صحيح أنها تريد تحقيق أهدافها سواء كانت من خلال الحرب أو من خلال التشاور أو التفاهم السلمي، ولذلك فمن الجانب الإنساني أظن أنها مفتوحة لمثل هكذا العمليات. ونعرف أنه في كل ربما الأزمنة ليس المواطنين الذين هم المستهدفون، لكن تحقيق أهداف استراتيجية ميدانية، وهذا ما تسعى إليه روسيا. ولذلك لا أظن أنه فتح مجال لزمني بالنسبة لمن يريدون الخروج من التراب الأوكراني سوف لن تكون هي الأولى في هذه المرحلة، بل ستأتي بعدها عمليات مماثلة من الباب الإنساني. وبحكم أن كلا الدولتان تنتميان إلى المجتمع الدولي وموقعتان على مبادئ القانون الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي يقضي بالتفريق ما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، وربما مساعدة هؤلاء على الخروج من مناطق الصراع.
سيد عبد القادر، بالعودة إلى بعض ما ورد في الصحف الروسية، كان هناك عنوان حول تعليق فيزا وماستر كارد عملياتهما في روسيا. هكذا قرار، كيف يمكن أن يؤثر على الداخل الروسي، خاصة أن موسكو قالت، أو بنوك روسية طبعا في موسكو قالت أنها ستبدأ قريبا إصدار بطاقات تستخدم نظام مشغل البطاقات الصيني يونيون باي مقرونا بشبكة مير الروسية. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الاتجاه قرارا صحيحا في هذه المرحلة، وبالتالي يكون بديلا عن الفيزا والماستر كارد؟ هي في الحقيقة حتى في هذا التعليق لا أظن أنه على المدى الطويل سيخدم هذه المؤسسات، لأن هناك مؤسسات أخرى كثيرة غربية لم تنفذ عمليات بما يسمى بالعقاب الاقتصادي، ولا تزال تشتغل على غرار، يمكن سبيل الذكر للحصر مثلا شركة توتال لا زالت تعمل ولم تقرر أنها تغلق عملياتها في روسيا، كثير من المؤسسات الأخرى. وروسيا أظن أنها كانت تعلم أنها سوف تتعرض للعقوبات الاقتصادية بحكم أنها تعرضت لها وتتعرض لها على مدار الزمن من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك عند خوضها هذه الحرب اتخذت التدابير اللازمة من خلال وضع احتياطي صرف ل 600 مليار دولار، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة والذهاب إلى نظام، التوجه نحو نظام مصرفي مالي جديد على غرار طبيعة الحال اليونيون باي الصينية. طيب سيد عبد القادر، ننتقل الآن إلى جديد اليوم. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن المفاوضين الإيرانيين يقيمون العناصر الجديدة المؤثرة في المحادثات في فيينا. شمخاني وفي تغريدة له على تويتر أشار إلى أن إيران وضعت على جدول أعمالها القيام بمبادرات لتسريع التوصل إلى نتائج، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة إلى طهران تتمثل في تأمين مصالح الشعب الإيراني. ما رأيك سيد عبد القادر بهذا الكلام، وكيف يمكن لمسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن تؤثر على مسار المحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني؟ هل يمكن أن تعرقل التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة؟ لا بالعكس، أظن أنه يمكن أن يصل إلى ربما تفاهم، خاصة وأن المؤشرات تؤكد على أن هناك تقارب في وجهات النظر سواء ما بين الوكالة الدولية للدراء والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهذا ما قد يجعل هذه العملية قريبة التحقيق، علما أنه ربما ضغط الحرب الأوكرانية من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل لها مع مثل هكذا قضايا أكثر لينا من أجل استقطاب أو على الأقل تحييد الفاعل الإيراني من الصراع الواقع داخل الرقعة الأوكرانية. ورأينا كيف الصينية الأخرى بعثت بالقوارب العسكرية و التحليق في المجال الجوي لتايوان، ما يؤكد أنه في حالة وجود الصراع قد يتكتل هذا الثلاثي. لذلك سوف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية بشعرة معاوية مع الأطراف الأخرى على غرار الملف النووي الإيراني. سيد عبد القادر، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونتابع بالحبر الجديد.
أهلا بكم من جديد. في الميادين نت مقال بعنوان أمريكا ستقاتل روسيا حتى آخر جندي في أوروبا للكاتب باسل قص نصر الله. نستمع إلى بعض المقاطع ثم نناقش. أمريكا ستقاتل روسيا حتى آخر جندي في أوروبا، باسل قص نصر الله، الميادين نت. عندما كتب الرئيس الفرنسي الأسبق الجنرال شارل ديغول مذكراته، قال رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل إن ديغول عسكري ممتاز لكنه سياسي رديء. فرد ديغول بقوله الشهير إن السياسة قضية أكثر أهمية من أن تترك في يد رجال السياسة فقط. بعد الحرب العالمية الثانية أعلنت الولايات المتحدة أن مظلتها النووية ستقوم بحماية أوروبا، ولكن كان السؤال الآتي يدور في ذهن ديغول: هل أمريكا مستعدة لشن حرب نووية من أجل أي أرض في أوروبا وهي ليست أرضها؟ وكان الجواب المنطقي على ذلك لا، فقام عندئذ بإنشاء القوة النووية الفرنسية في العام 1960. بعد بدء العملية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن أوكرانيا تركت وحدها لمواجهة روسيا وأن الغرب يتحدث فقط عن دعمها، ولم يسأل نفسه السؤال الذي سأله ديغول منذ نحو 60 عاماً: هل أمريكا وأوروبا مستعدتان لشن حرب نووية أو التصادم على الأقل مع روسيا من أجل أوكرانيا وهي ليست أرضها؟ قرأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل ذلك وفهم أن أمريكا أو أي دولة من أوروبا ليست على استعداد لشن أي مواجهة مع روسيا، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس مثل ديغول الذي فهم أن أمريكا لن تحارب روسيا من أجل عيونهم. أمريكا ستحارب روسيا لكن حتى آخر جندي أوروبي، والبداية أوكرانيا. أعود إلى ضيفنا من الجزائر دكتور عبد القادر صوفي. دكتور عبد القادر، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والأمريكيون والأوروبيون يقولون أننا لن نرسل قوات إلى أوكرانيا للمشاركة في هذا الصراع، وأيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فهم، يبدو أنه فهم اللعبة منذ البداية وقال لهم تركنا لوحدنا ضد روسيا. برأيك لماذا لم يسأل نفسه قبل بدء التوتر وهذا الصراع إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيون مستعدين لشن حرب من أجل أوكرانيا؟ هل كان باستطاعته قبل بدء هذه العملية تغيير قواعد اللعبة أم أنها كانت مفروضة؟ في الحقيقة دعني أقول أن في البداية أن أوكرانيا ليست دولة تابعة لحلف الناتو ولا للاتحاد الأوروبي. ثانيا ربما الهدف بالنسبة للسياسة الغربية ليست حماية الشعب الأوكراني بقدر ما تريد أخذ أو التواجد في الأراضي الأوكرانية من أجل احتواء روسيا في إطار نظرية الاحتواء التي انطلقت مع احتواء الاتحاد السوفيتي وتواصلت مع روسيا من خلال أولا دخول حلف الناتو رغم الاتفاقية 91 إلى دول أوروبا الشرقية، ومحاولة أيضا الدخول إلى أوكرانيا وإلى جورجيا التي تعتبرهما روسيا خط أحمر. الآن فيما يخص طبيعة الصراع فهو بدا من الواضح أن ميدان الحرب بين روسيا والغرب بغض النظر عن الصراع ما بين روسيا وأوكرانيا وهو حرب لا تماثلية، بحيث أن هذه الجيوش أو حلف الناتو لن يدخل المعترك لأنه يعرف أنها حرب صفرية وأعلنتها روسيا في حالة دخول أو تدخل أي طرف سواء كان فردي أو من خلال حلف الناتو سوف تكون الرد بالردع النووي. لذلك ما تقوم به أو ما قامت به أوكرانيا من خلال الإعلانات للمواطنين في العالم للدخول إلى أوكرانيا والحرب حروب لا تماثلية، فهذا يؤكد أن الغرب سوف يدعم بالأسلحة والجماعات المتطرفة من أجل شن حروب لا تماثلية.
اسمح لنا أن ننتقل الآن إلى جولة على الميادين نت. إذن في الميادين نت أخبار ومقالات عن المنطقة العربية والعالم في السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها، واخترنا لكم مقالا بعنوان أوكرانيا ما الثمن الذي قبضه الألمان للكاتبة ليلى نقولة. وفي صفحة ثقافة تقرؤون الأدباء العرب وأمهاتهم كوجه العذراء مريم كالأرض بفصولها الأربعة للكاتب بديع عصنيج. وفي صفحة بيئة الأمم المتحدة تقر اتفاقا بشأن الحد من التلوث بالبلاستيك. إلى موقع الميادين باللغة الإنجليزية حيث تتابعون آخر الأخبار السياسية والثقافية والبيئية حول العالم. وفي صفحة الرأي تقرؤون مقالا للكاتب أليسر كروك بعنوان مع من تقف. وفي صفحة المقالات مقال للكاتب الإيرلندي فيرا هيوز بعنوان أوكرانيا فخ الدب. وفي صفحة بالصور في ذكرى استشهاده من هو المثقف المشتبك باسل الأعرج. في موقع الميادين إسبانول نقرأ كذلك بالإسبانية أخبار العالم العربي وأمريكا اللاتينية والعالم. ومن المقالات اخترنا لكم مقالا للكاتب البيروفي جوستافو إسبينوسا بعنوان الحرب والمرتزقة. ويمكنكم قراءة مقال للصحفية الأرجنتينية ساندرا روسو بعنوان اجتثاث نازية. وتقرؤون أيضا جابرييل غارسيا ماركيز الكولومبي الذي صور بقلمه بلدا ساحرا وحقيقيا في آن واحد. سيد عبد القادر، هل من عنوان لفتك في هذه الجولة على الميادين نت؟ عفوا، ما الذي لفتك في هذه الجولة على الميادين نت؟ أي عنوان كان لافتا؟ هي في الحقيقة كل العناوين لافتة الانتباه، لا يمكن التمييز بينها لأنها تطرقت إلى العديد من المواضيع وبموضوعية، وهذا أهم شيء. ما دام الموضوعية في المقال أهم ما ربما ما قد يقدم للقارئ في ظل تجاذب ربما الصحافة العالمية والمقالات المغلوطة والمكذوبة وفيها الكثير من البروباغندا والتي تحاول ربما تغيير إدراكات المواطن العربي. سيد عبد القادر ابقى معنا لو سمحت، لأن ننتقل إلى الزميلة غدا سعد من موقع الميادين نت والتي تصحبنا في جولة على باقة من الفيديوهات والمواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. غدا مرحبا، تفضلي، ما البارز؟ أحمد، في ظل العقوبات الغربية المتواصلة على روسيا وما يواجهه الروس اليوم من ثقافة عداء للروس أو ما يعرف بالروسوفوبيا، بدأ الروس يتوجهون إلى منصة التواصل الاجتماعي بديلة من تويتر وفيسبوك بحثا عن المعلومة الدقيقة. الروس يتوجهون اليوم إلى منصة فيكي الروسية. هذه المنصة ليست جديدة في روسيا وإنما أنشئت منذ نحو 15 عاما، أنشئت في العام 2006. هي مستخدمة بشكل واسع في روسيا ولكن الإقبال عليها تزايد في الأيام الماضية في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. هذه المنصة هي شبيهة بموقعي فيسبوك وتويتر من حيث نشر الفيديوهات والبوست والتعليقات. أكثر من نصف مستخدمي هذه الشبكة هم من داخل روسيا، حتى أن هذه الخدمة خدمة فيكي المنصة متوفرة بعدة لغات أبرزها طبعا اللغة الروسية، حتى أنه بأوكرانيا كانت تستخدم هذه المنصة منصة التواصل الاجتماعي ولكن تم حظر هذه المنصة من قبل البرلمان الأوكراني في العام 2017. تعد حتى أنه منصة فيكي من بين أكثر المواقع بحثا واستخداما على الإنترنت حول العالم. هذا التوجه للروس إلى منصة التواصل الاجتماعي بديلة يأتي على خلفية القيود التي بدأت فيسبوك وتويتر تفرضها في الأيام الماضية. السلطات في روسيا كانت حجبت موقع فيسبوك وقيدت الوصول إلى تويتر بسبب حجب هذه يعني المنصتين لوسائل إعلام روسية، عدة وسائل إعلام. فأتى الرد من روسيا بالتضييق الوصول إلى هذه المنصة، منصة فيسبوك وتويتر، حتى أنه تزامنا مع ما يحصل قررت شركة تيك توك منذ ساعات، عفوا منصة تيك توك، وقف إمكانية
البث المباشر وأيضا إمكانيات نشر الفيديوز على المنصة في روسيا تحديدا على خلفية قرار السلطات الروسية بفرض عقوبة تصل إلى حد السجن لكل من ينشر معلومات مضللة على السوشيال ميديا. قرار منصة تيك توك، هذه المنصة هي مملوكة من شركة بايت دانس الصينية، يأتي على خلفية قرار روسيا. الشركة أو المنصة بررت قرارها بأنها تتخوف من فرض عقوبات على موظفيها، على موظفي تيك توك، لأنه لا يوجد رقابة على المحتوى المنشور على تيك توك، تحديدا أنه يتم نشر كميات هائلة أو عدد كبير من الفيديوهات يوميا يتعلق بتطورات الأحداث في أوكرانيا. عدد كبير من هذه الفيديوهات مفبرك غير دقيق، فلجأت الشركة أو المنصة إلى هذا القرار تجنبا لفرض عليها أي عقوبات تصل إلى السجن. في إطار الحديث عن التفاعل على السوشيال ميديا أيضا، منذ أيام أحمد كان هناك خطاب للنائب الإيرلندي في البرلمان، النائب يدعى ريتشارد باريت. تحدث النائب، توجه في خطاب له إلى ازدواجية المعايير الممارسة في دول الغرب، تحدث عن العقوبات التي تم فرضها على روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال بضعة أيام، بينما لم يحرك العالم ساكنا لفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الكيان المحتل في ظل الاعتداءات اليومية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاما. تحدث عن ازدواجية المعايير في عدم فرض أي عقوبات على السلطات السعودية بسبب حربها على اليمن، العدوان المستمر على اليمن منذ نحو 7 سنوات، لم يتم فرض أي عقوبات في هذا الأمر. الناشطون وصفوا كلام النائب الإيرلندي بالجريء، وصفوا خطابه بالصادق، تحدثوا عن عدم وجود عدالة على هذه الأرض وأخذوا نموذج دولة فلسطين، كما شكروها على تسليطها الضوء على هذا الموضوع وإلى إظهار سياسة الفصل العنصري التي تمارسها دول الغرب اليوم، هذه الدول التي تدعي الحضارة والثقافة. في النهاية سأشير إلى تغريدة، سأنطلق من تغريدة لهذا الناشط لأتحدث عن وثائق باندورا الشهيرة التي نشرت عام 2021. هذه الوثائق كانت كشفت عن أنه العديد من زعماء العالم متورطون في قضايا تهرب ضريبي، من بينهم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي. تغريدة الشاب تسلط الضوء على هذا الأمر ويشير إلى العراقة التي ربطت زيلنسكي برجل يدعى إيغور كولومويسكي، هما متورطان في قضايا تهرب ضريبي، إضافة إلى أن هذا الرجل الذي يدعى إيغور كان مول حملة زيلنسكي الانتخابية عام 2019، وهو نفسه من يمول كتيبة أزوف الأوكرانية المتطرفة التي شنت هجمات على الأقليات الموجودة في أوكرانيا وتحديدا في دونباس. يعني الخلاصة أحمد أنه الرئيس الأوكراني زيلنسكي يقدم نفسه إلى العالم لأنه الرجل الذي أتى من خلفية عالم السينما، بينما هو تلقى تمويلا من رجل يمول كتيبة متطرفة في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك الزميلة غادة سعد، المنتجة المساعدة في الميادين نت، على هذه الجولة. ونشكر ضيفنا من الجزائر دكتور عبد القادر الرسوفي، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، على المشاركة معنا في هذه الحلقة. والشكر لكم مشاهدينا الكرام. الحبر الجديد انتهى.